تيجي فيها لا لا بقاش في الكلام، ما بقاش في كده، القاموس دي اتمحت. وهل هي عندها الكفاءه ولا لا؟ ما بيتسالش كده خلاص بقى، لا خلاص ما بقاش ينفع. هيتم الاختيار اثبتت كفاءه، هو ده المعيار. لكن كان الاول ما بيبقاش كده، حتى الشباب يعني ما كناش نفكر انه يبقى فيه هذا الكم زي ما زميلي عمرو قال من نواب المحافظين والمحافظين زي ما حضرتك قلت الشباب. لكن اقول لك ده لسه عيل، عيل ده عود اخضر بالظبط. انت هتحرقه ليه دلوقتي؟ يعني كان يقول لك ايه؟ هتحرقه بدري ليه؟ ما تسيبه شويه، استنى من وعلى ما يجي شويه يبقى خلاص بقى. لا خلينا ايه لما يبقى في اخر اربع سنين كده قبل المعاش. ايوه نخليه بقى. لا 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 دلوقتي الوضع مختلف. اللي بيدير العالم مجموعه شباب زيكم بالظبط، ولا انا غلطان؟ هم بالظبط، احنا ما كانش عندنا ده، فكره التمكين، فكره انه السن الصغير فما يجيش في 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 مكان، ولا لانها سيده تيجي في المكان. ايوه لانه مش لابس نظاره عشان عندنا بقى معتقدات، مش قارب جنون الصبح، او عندنا تفكير، او زي ما حضرتك قلت اللي بيدير ده كان مورس. اللي بيدير مش شايف انه ده ممكن يبقى حاصل. اصل البيروقراطيه المصريه عريقه، مش عريقه في سفك الدماء المواهب. فعشان كده المنهج الجديد اللي هي فكره هو موهوب ولا لا؟ بالظبط صحيح. هو متعلم كويس ولا لا؟ يقدر يسد في المكان يجي منه ولا لا؟ بالظبط، اللي هي فكره ايه؟ يعني مؤهل؟ بالظبط كده. الاراده السياسيه هنا ليها دور حاكم. ده التعبير. ليه بقى؟ لان اللي احنا بنشوفه على صعيد تمكين الشباب وتنميه الحياه السياسيه واعاده احياء الحياه السياسيه في مصر يرجع مقاله في المقام الاول الى اراده سياسيه حقيقيه من القياده المصريه الموجوده حاليا. يعني لو احنا ما كناش بنشوف الكلام ده قبل كده ليه؟ لانه ما كانش في اراده حقيقيه. ومين اللي كان بيقعد على يمين الرئيس وعلى شمال الرئيس؟ بنت وولد. صحيح. تقعد تسال طول المؤتمر دول مين؟ صحيح. ما تعرفش برضه. ما بقناش نسال بقى. لا يعني بقت عاده. لا لا اقصده ايه؟ يعني ايه؟ لا يعني فكره ان امتياز الجلوس جنب راس الدوله كان للمحظوظين، لكن النهارده البنت بتاع اسكندريه الرائعه اللي هي المتفوقين، البنت اللي كانت الريس فتح لها بالعربيه أيوة وجاب لها أيوة السياره أيوة كانت على يمينه. صحيح. حتى الواد الاسمر الجميل اللي هو حاولوا يضايقوه وتنمروا عليه كان على يمينه وعلى شماله. احنا بنستعيد قيم كانت مفقوده في المجتمع، قيم انسانيه وروحانيه. هو لما البنت تحرشوا بيها في التحرير وراح اعتذر لها على سرير المرض وطيب بخاطرها. انا بقول لحضرتك احنا بالمناسبه كبير جدا على فكره. لا اصل انا كمان عمرو بقول الاراده السياسيه، الاراده السياسيه لفظ يطلق، لكن لما بيتجسد ويتجسد بانسانيه ايوه يبقى ممتاز. يعني يعني لما يبقى الاعتذار ده فضيله، لما رئيس الجمهوريه نفسه يعتذر ده نموذج طبعا، لما يقبل الراس ده نموذج. صحيح. ولما يقبل الايادي ده نموذج. صحيح. يعني ايه؟ ممكن تقولي ايه؟ والله الشعب ده كويس، طب انت اديتني نموذج للامتنان، او ده اللي انا اقصده. صحيح. كملت النقطة حلوة قوي بتاع الإنسانية دي. يعني الإنسانية في أي حاجة بتضيف لها وبتديها معنى. فالحياة بيبقى مهم جدا إنه الحاجة النموذج زي ما حضرتك قلت يقدم بإنسانية، إحنا مش بنأدي واجب بس. لا احنا بنأدي في كمان نوع من انواع الرحمه ونوع من انواع العطف، يعني دي حاجه بتبقى زي ما حضرتك قلت كده خلاص بيبقى يعني في اخلاقنا، في 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 طريقه الطريقه اللي احنا هنتعامل بيها بعد كده. فدي كانت مهمه جدا، يعني احنا حتى لما كنا بنحضر المؤتمرات في الاول، احنا كان لينا الحقيقه يعني شرف وحظ ان احنا بنحضر من اول مؤتمر. فاحنا كنا بالنسبه لنا كشباب زي ما عمرو قال، اللي هو يعني رئيس الجمهوريه بيتحرك في وسطينا وبيتعامل معانا وبيتكلم وبيضحك مع الشباب وبيتصور معاهم، دي كانت حاجه غريبه جدا. لو اول مره كمان يسمحوا لنا بالموبايل يومها. أيوة. مش مصدقين. صحيح. يعني لا الموبايل شغال يعني. صحيح. يعني بنحضر صحيح. صحيح. طبعا. ومش بس انا فاكر اليوم ده كويس، يعني كان مصدر دهشه يعني. ده يعني خلاص احنا بقينا ده الطبيعي ان احنا بنحضر الموبايل زي ما حضرتك بتقول كل